هي المشكلة هنا بقى ان انا مش عارف اوازن، انا مش عارف اوازن في ان انا اتعامل في حياتي بان الله سبحانه وتعالى رحمن رحيم وهيرحمني، وفي نفس الوقت انا لو اخطأت انا هيبقى عندي في مشكلة، في عذاب وفي عقاب. خلينا اتكلم بقى في النقطة الاولى منها، وان احنا بنخاف، اكيد كلنا بنخاف من شدة عذاب الله سبحانه وتعالى، خصوصا ان ربنا لما ذكر ده في القرآن كان بيقول ان العذاب اليم او شديد، فدايما المصطلحات اللي جاية مع كلمة عذاب شديد وقوية. ففي بعض الناس بتبقى عايشة كلها حياتها كده، أنا ربنا هيعذبني، ربنا هيدخلني جهنم، ربنا بيفضل وسواس معاها على طول، إنها مش عارفة تعيش حياتها، ما بتتعاملش مع إن الله غفور رحيم، لا هي متعاملة في حياتها كلها إن الله شديد العقاب. الناس دي تعيش إزاي وتطلع من الأزمة اللي هي والإحساس والشعور ده إزاي؟ طيب خلينا نقول إن الكلام على شقين. الشق الأول، أنت كداعية أو أنت كداعية كيف توجهين خطابك إلى الناس، وما هو الخطاب الأنسب؟ لأن إحنا طبعا بنشوف بالذات في وسائل الإعلام إن هم دائما يعيبوا على الدعاء أن خطابهم أحادي الاتجاه في طريق التخويف. صحيح. وهذا يعني الواحد في الحياة العملية لا يجده، هو بس الإعلام بيحاول ينفر الناس من الدعاء. ولكن خلينا نقول إن الخطاب على شقين. الشق الأول، أنت أو أنت كداعية حينما تتعامل مع الناس، أنت أو أنت كأم أو كأب حينما تتعامل مع أبنائك، أي خطاب أنفع ليهم؟ ده بيرتبط بعدة أمور. الأمر الأول، الحالة التي عليها المخاطب. أنا دلوقتي في بتكلم مع أولادي وهم في حال الطاعة، بتكلم معاهم وهم في حال يعني الإقبال على الله عز وجل وتلاوة القرآن والذكر والدعاء. في هذه الحالة يجب أن أرغبهم وأن أزكي عندهم هذا العمل حتى يقبلوا عليه فرحين مستبشرين. أيوة. طيب ده الضابط الأول، الحالة اللي عليها الشخص. طب أنا واحد، يعني القصة الشهيرة، ذهب أحدهم يسأل ابن عباس هل للقاتل توبة؟ قال لا، مع ان القران بيقول ان في توبه للقاتل. في قصه شهيره بتاعت اللي قتل 100 نفس. اذا لماذا قال له لا؟ لانه علم من حاله انه مقبل على جريمه. ايوه. فخوفه انك حينما تاتي هذه الجريمه قد لا يتوب الله عليك، لا يتوب الله عليك وتكون من الخالدين في النار. اذا الحاله هنا احد الضوابط التي تضبط حوارك مع الاخرين. فاذا كان الشخص مقبل على المعصيه فعليك أن تخوفه لئلا يقع فيها. أو في حال وقوعه في المعصية عليك أن ترهبه وترغبه، ابعد عنها، ده العذاب شديد يا أخي، ابعد عنها، ده أنت هتاخد أجر كبير. فإذا خلع من المعصية عليك أن ترغبه حتى يتوب. يبقى عندنا أول حاجة الحالة التي عليها الشخص. يعني هي الأزمة دي بسبب بعض الدعاء اللي بيخوفوا الناس أو بعض الخطاب الإعلامي اللي بيخوف الناس، يعني مش ممكن يكون حتى من واقع الأسرة، هتروحي النار لو ما لبستيش الحجاب، هتروحي جهنم لو كذبتي. أنا ما قلتش إن دي بسبب الدعاء، ده أنا بدافع عن الدعاء، بقول الإعلام هو اللي بيصورهم كده. يعني أقصد إن ده ممكن يكون بسبب البعض منهم، لأن في البعض منهم يا شيخنا بيطلع فعلا حتى الشرايط بتاعته لو حضرتك تتذكر بنسمع صوتهم بنترعب اصلا من النار وجهنم وطريقه الاداء. يعني ما انا خلينا نقول كده بعيدا عما كان، خلينا نقول ان انا دلوقتي كمسلم، كرجل مسؤول عن اسره، كمدرس مثلا في مدرسه، كداعيه في مسجد، كاخت بين اخواتها، كاخت كبيره بين الى اخره، خلينا نقول ان الضابط في هذا الامر هو رقم واحد حاله الشخص، هو في اي حاله ننقل وأختار له ما يناسب هذه الحالة. وذكرنا أن القرآن نفسه قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. لم يخوفهم بل رغبهم، دي خلاص انقطعوا، المطلوب أن تنقطع. الضابط الثاني اللي احنا لسه ما قلناهوش، طبيعة الشخص نفسه. ويمكن دي هتبقى هي الحكم في أنا وأنا بتعامل مع الناس وأنا بتعامل مع نفسي. طبيعة الشخص نفسه، كل واحد فينا أدرى بمن يتعامل معه، إحنا عارفين، يقول لك فلان ده عنيدي، لو جيت تهدده هي إيه؟ هيعني دكتور هيعني قصادك.
إذن فهذا الترغيب له أرجى. أنا عارف نفسي إيه اللي بيجيب معايا أكتر. أنا أنت حضرتك تحدثت عن القرآن الكريم والناس قرأت القرآن في رمضان وأكثرهم ختم القرآن في رمضان، وأنا بقرأ القرآن أيهم أوقع في نفسي؟ هذه الحالة التي تقع في نفسي ويكون لها التأثير الأقوى فلتغلب علي. أتعامل بيها. طيب الضابط بقى هنا، لأن ممكن واحد يظل على حالة الترغيب دائما حتى يقع والعياذ بالله في الغرور، يحصل أو يقع والعياذ يعني يظن في نفسه أنه هو خلاص وصل إيه الجنة. والحديث عندنا أن رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان، كان واحد على الطاعة والآخر على المعصية، صاحب الطاعة اغتر بطاعته وحكم على صاحب المعصية بالإيه بالنار، فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لفلان وإيه وأدخلتك النار. إذن الضابط هنا إذا كان أنا الذي يؤثر في طبيعة شخصيتي أو المخاطب اللي بخطبه، ده الضابط الثاني، شخصيته من النوع اللي بيأتي بالترهيب، مثلا يجي يعمل حاجة أقول له ها فيسكت، غير ما أقول له بلاش يا حبيبي ما خلينا حلوين فيسكت، حسب طبيعته الأداء نفسه حسب طبيعة الشخص أنا كداعية أتعامل معه. ويبقى ضابط أن ضع الصوت في موضع يراه أهل البيت، ده هيخليهم ما يضربوش. فإذا كان يأتي بالترغيب فلأكثر من حوار الترغيب وأخوفه قليلا بالترهيب، إن كان لا يأتي إلا بالترهيب فلأكثر من حوار الترهيب وأطمعه قليلا بالإيه بالترغيب. هذه هي الموازنة معدل. وضابطها زي ما قال ابن تيمية الحب. الحب يا إخوان.